السوق في هذه الفترة مزود بلابتوبات فيها كروت شاشة الـ RTX 30 سيريز، وفي الفيديو السابق ركزنا على الفئة الفخمة من اللابتوبات، لكن في هذا الفيديو بنحط التركيز على اللابتوبات اللي عليها كروت الشاشة 3060 والـ 3050. هذه اللابتوبات ننصح فيها للطلاب اللي يبغون لابتوب يفيدهم كثير في الفترة الجامعية أو الثانوية، وبنفس الوقت راح يقدر يشتغل عليه شريحة من الألعاب المختلفة بجودة ممتازة. فخلونا الآن نتكلم عن أحسن الخيارات المتوفرة في السوق السعودي. وأول جهاز عندنا هو جهاز الأسوس روغ زيفيرس جي 14، وشاشة هذا اللابتوب هو 14 إنش، وهو يعتبر لابتوب قوي ومرة ممتاز في التنقل لأنه خفيف ويحتوي على معالج قوي، وبنفس الوقت كرت الشاشة اللي موجود هنا هو الـ RTX 3060، ومع أنه مرة نحيف إلا أنه بيقدر يشغل لك كل الألعاب القوية والبرامج المختلفة مثل الفوتوشوب، InDesign، After Effects بكل سلاسة. وغير كذا الشاشة عندك بتكون بدقة Quad HD، يعني 2560x1440، وبتشتغل بمعدل تحديث حتى 120 هرتز، وطبعا عندك 4 سماعات مختلفة تضخ صوت قوي، وبنفس الوقت AI Noise Cancellation حتى تصفي الصوت حقك أثناء المكالمات والاجتماعات. طبعا الذاكرة العشوائية في هذا الخيار هي 32 جيجا بايت، بينما الذاكرة التخزينية هي بسرعة فائقة في نقل البيانات من نوع NVMe SSD M2 وحجمها 1 تيرا بايت. هذا اللابتوب هو الخليط الأمثل بين القوة والخفة للتنقل. سعر هذه الفئة من الأسوس روغ زيفيرس جي 14 هي 8999 ريال. الجهاز الثاني اللي معنا بيكون فيه كرت شاشة الـ RTX 3060، وهو الأسوس روغ ستريكس جي 15. طبعا بتكون فيه اختلافات ثانية عن اللي ذكرناها في الفيديو السابق، وهذا بيخلي السعر معقول. التغييرات هذه ما مست تصميم الجهاز أو حتى حجمه. الجهاز لازال بيعطيك الشكل الجذاب الخاص في سلسلة ستريكس، وبنفس الوقت الكيبورد الميكانيكية لازالت متواجدة اللي مرضية مرة أثناء الكتابة. الشاشة اللي معنا هنا هي بدقة Full HD ومن نوع LED، وراح تشتغل بمعدل تحديث 144 هرتز، وهو لا يزال خيار ممتاز لو حاب تستعمل هذه الشاشة في ألعاب المنظور الأول اللي بتتطلب منك ردة فعل سريعة بدقة. هذا غير ان هالجهاز بيكون مره مناسب لك في الفتره الجامعيه، بحيث تقدر تراجع عليه وتدرس بسبب حجم الشاشه حقته، وبنفس الوقت فيه القوه الكافيه اللي بتخليك تشغل اغلب العاب التريبل اي المهمه. وطبعا بيكون عندك مساحه تخزينيه من نوع NVMe SSD M2 بسعه 1 تيرا بايت. نجي الان لسعره، وهو 6899 ريال سعودي. الآن بنذكر لكم أول جهاز MSI طلع معنا في سلسلة الفيديوهات، وهو MSI Thin GF65. تصميم هذا اللابتوب أنيق وجاي بشكل معدني جذاب، ووزنه مرة خفيف تقريبا 1.80 كيلو، فهذا بيساعدك لما تتنقل من مكان إلى الثاني أو تجيبه معك داخل الحصص حقتك في الجامعة. ومن الأسفل الجهاز فيه فتحات تهوية كثيرة بتساعده في عملية التبريد، مع تواجد 6 أنابيب تخرج الهواء الحار بشكل سريع، وبيساعد في تدفق الهواء بالجهاز، وهذا بيحسن من أداء الجهاز أثناء اللعب. وبيكون عندك كرت شاشة الـ RTX 3060 اللي بيستعمل أحدث تقنيات نفيديا مثل الـ DLSS والريت ريسينج اللي بتطلع لك الألعاب بأفضل مظهر ممكن. غير هذا فالمساحة التخزينية هنا هي من نوع NVMe SSD وبحجم 1 تيرا بايت. نجي للشاشة حقت الجهاز اللي هي من نوع LED وبدقة Full HD، وبتعمل لك على معدل تحديث 144 هرتز، وحجمها هو 15.6 إنش، وطبعا الذاكرة العشوائية اللي موجودة هنا هي 16 جيجا بايت. كل هذه الميزات بتجيك بسعر 5999 ريال سعودي. السعر هذا مرة مناسب على كمية المواصفات اللي بوفرها هذا اللابتوب. ما نقدر نتكلم عن هذه الفئة من اللابتوبات بدون ما نذكر فئة الأيسر بريديتر المخصصة للاعبين. هذا اللابتوب بيجينا بشاشة حجمها 15.6 إنش وبدقة Full HD، وبتشتغل بمعدل تحديث حتى 144 هرتز،
مع 3 ملي سكند من سرعة الاستجابة على الشاشة. وأكيد كرت الشاشة هنا بحجم 6 جيجا بايت ومن نوع الـ RTX 3060 اللي راح تقدر تسوي عليه overclocking، وهذا بيكون أكثر من كافي لتشغيل أغلب الألعاب المتطلبة بمتوسط عدد إطارات عالي. وميزاته بأن بإمكانك تخصص ألوان الـ RGB على 4 مناطق مختلفة في الكيبورد، وحتى لو كان استعمالك لللابتوب بينقسم على الدراسة واللعب فهو أكثر من كافي للدراسة، وبنفس الوقت بهذه القوة حقت اللابتوب تقدر تبدأ بداية احترافك في مجال الجرافيك ديزاين. الذاكرة العشوائية هنا هي 16 جيجا بايت دول شانل، وبيجي معها مساحة تخزينية من نوع الـ NVMe SSD وحجمها 512 جيجا بايت، وبيكون عندك خانة توسيع من المساحة التخزينية برضو. الآن نجي للسعر اللي بيتوقع الواحد انه مرتفع، لكن في الواقع سعره هو 6579 ريال سعودي. نرجع مرة ثانية للابتوبات الأسس، لكن هذه المرة مع فئة الـ Tough Gaming F15 اللي بيجي معها شاشة حجمها 15.6 إنش وبدقة Full HD، بتدعم معدل تحديث حتى 144 هيرتز. المعالج اللي موجود هنا ممتاز، وكرت الشاشة هنا أيضا بيخدم كثير، اللي بيكون من نوع الـ RTX 3050 Ti اللي راح يعطيك فوق 60 إطار على الألعاب مثل Call of Duty Black Ops Cold War، وبيعطيك فوق 120 إطار على Fortnite. الكيبورد الموجودة هنا مميزة وبتجيك بهذا اللون الذهبي، لكن إذا هذا اللون ما يعجبك فتقدر تخصص الألوان وتختار اللون اللي أنت ترتاح له. وغير كذا عندكم حروف الـ WASD أو الـ WASD جاية بلون مختلف عن باقي الكيز حقت الكيبورد، وهي طبعا جاية كذا لأنها أكثر الكيز اللي يستعملونها اللاعبين خلال لعبهم. تصميم الجهاز هنا جدا أنيق وبيجي بلون أسود غامق، والأنوار الذهبية عاطت خليط مميز بالألوان على الجهاز. سعر الأسوس تف جيمينج F15 هو 5699 ريال سعودي. وبكذا طرحنا لكم أفضل لابتوبات الجيمينج بفئة اقتصادية. هذه الأجهزة المذكورة بتخدم كثير في الدراسة وفي ساعات ترفيهية من اللعب، لذلك إذا الميزانية عندك ضيقة فهذه الخيارات ممتازة لك. إذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من نشرة واللايك. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.